ورحمة الله وبركاته. لا يشك متابع للساحة الدولية اليوم أن كلمة القرن الأولى والتي لا تنازعها كلمة هي كلمة الإرهاب، تلك الكلمة التي ومن دون تحديد معنى واضح لها أو تعريف جامع مانع يبين حدودها ويرسم ملامحها، باتت المطية والوسيلة التي تبرر بها كل التصرفات المجنونة التي ترتكبها حضارة القوة في هذا العالم. لأجل الإرهاب المجهول ولأجل محاربته باتت الدماء المعصومة مهدورة، وباتت البيوت المعمورة مهجورة، وباتت صرخات الأطفال غير مسموعة. فليمت من يمت إلا الإرهاب المحارب، في معادلة لا تحاول فهم أبعادها ولا عناصرها، لأنك ببساطة لا تمتلك ولن تمتلك مفاتيح حلولها. الإرهاب مطية الإجرام هو عنوان حلقة اليوم من كلمة سواء، ونناقش هذا العنوان في ثلاثة محاور. المحور الأول، الإرهاب بين الحقيقة والمؤامرة، ومن خلاله نتبين حقيقة معنى هذا المصطلح. المحور الثاني، حرب الإرهاب بين الغاية والوسيلة، ونتساءل فيه هل الحرب على الإرهاب غاية في حد ذاته أم هي وسيلة لغاية أخرى؟ المحور الثالث، درنا ورؤية من الداخل، ونتساءل فيه عن مبرر وصف المدينة بالإرهاب. لكن في البداية نخرج إلى هذا التقرير المصور الذي يرصد حالات القصف الجوي الذي تعرضت له المدينة خلال ثلاثة أعوام. إذن اخترنا أستاذ المشاهدون عنوان الحرب أو الإرهاب مطية الإجرام عنوانا لهذه الحلقة، لأنه بات الوسيلة التي تبرر من خلالها كل الجرائم والفظائع. ابتداء باسمكم أرحب بفضيلة الشيخ عبد الباسط طغويلة، عضو هيئة علماء ليبيا وعضو رابطة المغرب العربي الإسلامي، فأهلا بكم. مرحبا أنا أستاذ مصطفى، حياكم الله. غبتم علينا بعض الشيء. لا بأس إن شاء الله تعالى، حفظكم الله تعالى. شيخنا، يعني لابد أن نقدم بين يدي هذه الحلقة مقدمة بسيطة لما حدث في نهاية الأسبوع الماضي لإخواننا في مدينة درنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا سعدتنا برؤياكم أستاذ مصطفى، وكذلك نشكر قناة النبأ دائما وأبدا، دائما هي في الوقت المناسب مع الحدث. تبارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر كاملا. إظهار الحقيقة فهي من الأعمال الطيبة الصالحة المباركة. ما حدث في درنا هو كما يقال ليس إرهابا. ليس إرهابا. إياك يا أستاذ مصطفى أن تقول ما حدث في درنا أنه إرهاب. لأنه ليس إرهاب. الإرهاب أن كيف الأطفال هذو لابد أن يموتوا، الأطفال الصغار لابد أن يموتوا، سبحان الله. الأمهات في فرح وفي في في عرس لابد أن يموتوا، لا يفرحون، الأطفال لا يعيشون، ليس لهم أن يعيشوا، ليس لهم أن يعيشوا المستقبل، ليس لهم أن يبنوا البلاد، ليس لهم أن يكون لهم دور في بناء نهضة ليبيا. لا، هذا ليس إرهابا. والأطفال هم الإرهابيين، الأطفال هم الإرهابيين، والنساء هم الإرهابيات. يعني غريب، انتكاس في الفطرة، انتكاس في العقول، جنون. العالم جن أخي الكريم، لا أشك أن العالم قد جن بهذا المصطلح التي كما ذكرت في المقدمة بارك الله فيك، يعني فضفاض إلى هذه اللحظة
أخي مصطفى إلى هذه اللحظة المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا لم يعرفوا الإرهاب. لذلك قلت أنها معادلة صعبة أن يفهمها البعض. حقيقة معادلة صعبة جدا، لأن إحنا نقول المثل معلش واللي في المثل الليبي يقول لك اللي تكرهه اللي تكره تلقط له واللي تحبه تسقط له. مثلا نحبك يا شيخ مصطفى أي شيء تعمله مسامحك نشوفه كله طيب أي شيء تمام، وحد ما نحباش إن شاء الله يجير أي شيء، إنسان عابد وإنسان طيب وإنسان صالح ويعمل يبني في ليبيا ويبني في وإنسان ممتاز، لكن أني نكره فكل ما يعمل هو خطأ. هذا الذي يحدث، وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين سخط تبدو المساوية، هو نفس المثل الليبي هنا جبناه ببيت طيب الشعر هذا. لماذا لم يتفق العالم؟ وعندما أقول العالم أتكلم عن من يقود العالم لا عن من يقاد، تحدث عن القوى العظمى. لماذا لا يتفقون في تحديد مصطلح الإرهاب ومعناه؟ والله هذا سؤال جميل جدا، ويعني ممكن نسألهم هم. يا شيخ يا أخي مصطفى مستحيل يعرفوك الإرهاب، مستحيل. دائما المجامع الفقهية والمؤسسات العالمية الحقوقية والناس التي يعني تهتم بهذا الجانب دائما يطالبون في كل المؤتمرات وفي كل المؤسسات وفي كل العالم يطالبون بتعريف الإرهاب. عجز العالم عن تعريف الإرهاب، لماذا؟ حتى تضرب في كل وقت وكل حين، يعني لما يحتاج يضربوك يضربوك باسم الإرهاب، تضرب باسم الإرهاب تحاصر، وباسم الإرهاب يقتل الطفل البريء في حضن أمه، أطفال تشوهوا قتلوا، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لماذا تعرف الإرهاب؟ لا يعرف الإرهاب لأن حتى يستطيع أن تحاصر بلدان، أن تقتل بلدان، أن يعني تنتهي دول، وأنها تستعمر دول، وأنها تقصف بالطائرات دول. إذا عرفوا الإرهاب يا أخي مصطفى أول من يخرج من الإرهاب هو المسلم. أول من يخرج من 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 تعريف الإرهاب، من تعريف الإرهاب هو المسلم، وأول من سيدان وأول من سيدان بتعريف الإرهاب هو الدول التي تحارب الإرهاب باسم الإرهاب. الله. نعم، لأن يا شيخ إلى هذه اللحظة لم تعرف الإرهاب. يا أخي والله عليك يكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ترويع المسلم. الله. وهي في قصة يعني رواها عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله عنه، قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام أحدهم وترك نبله، فانطلق أحدهم فأخذ النبل وأخفاه عليه، فلما استيقظ فزع هذا الرجل، فزع، فضحكوا القوم، ضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تضحكون؟ قالوا يا رسول الله يضحكون، أخفينا عليه نبلة ففزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. الله لا يحل. بالله عليك وين في فلسفة الغرب؟ بالله عليك أعطيني، أسألك بالله أخي مصطفى، أعطيني عند الغرب هذا الحديث. لن تجده. لن تجد. بل عصفور لما أخذ الصحابة الفرخ من العش، فجاءت هي الأم، جاءت يعني تلف حولها وتدور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليها فرخها أو نعم. كذا وليدها أو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عدم إفزاع العصفور أو الطائر. هذا هو دين الإسلام. فإذا لو أنهم عرفوا الإرهاب أخي مصطفى، أول من سيكون إرهابيا هم الدول العظمى والدول الكبرى التي هي تحارب الإرهاب. بالله عليك هل يعقل أن تخرج بطائراتها ودباباتها وجيوشها بالملايين، يخرجون إلى أفغانستان، يخرجون إلى 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 إلى, إلى العراق، يخرجون إلى يضربون إخواننا في فلسطين، غزة، أهل غزة باسم الإرهاب هذا؟ إذا طيب. هذه اللفظة أو من سودان بها ويحاكم بها هم الدول هذا الكبرى. هؤلاء هم الغرب. لكن مجمع الفقه الإسلامي يعرف الإرهاب بأنه العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير الحق إلى آخر ذلك. تعريف يراه الكثيرون الجامع مانع. طيب الكفار لن يأخذوا بهذا التعريف، طبيعي جدا. لكن المسلمين الذين باتوا اليوم يقتلوا بعضهم بعضا باسم الإرهاب وحكامهم أتحدث، لماذا لا يعملوا بهذا التعريف على الأقل حتى نحدد ونعرف من هو الإرهابي من دون الإرهابي؟ الحكام أخي والله لا نريد أن نتحدث عن أخي مصطفى، لأنهم هؤلاء لا يملكون
لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون إرادة لأنفسهم ولا لدولهم ولا لشعوبهم. تأتي الدول الكبرى تقبض على إنسان في دولهم أو يضرب بطائرة بغير الطيار، هم يسكتون ويباركون. يعني مثل ما فعلت الآن مصر، دخلت على أهل درنة، قصفت وقتلت ولا نجد يعني من يتحدث، إدانات. يعني تتعجب حتى أن جماعة حفتر جماعة كرامة أدانوا هذا إذن من الذي قتل؟ سبحان من الله. الذي استعان بهم؟ يعني والله أنا لا أدري، يقتلوا الميت ويمشوا في جنازته، يقتلوا الميت ويمشوا في جنازته. نفس القصة هذه تمام. يعني إحنا تعجبنا أن الكل يدين هذا الأمر. أليس لكم سيادة؟ مش تعرفوا أنكم ضعفاء؟ اعترفوا، قل أن نحن ضعفاء وليست لنا سيادة ولسنا دولة. لا تكذبون على الناس. إذا كنتم دولة، هل يعني تتصور أن تستباح أرضكم وعرضكم أولادكم نساءكم أطفالكم؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين الإيمان؟ أين الوطنية؟ أين يعني حتى الإنسان الذي ليس عنده إيمان، مجرد من الإيمان، والله يعني يبكي دما على هذه على هؤلاء الأطفال والنساء. ثم أن سيادة الدولة لا يمكن أن يسمح بأن تخترق من قبل لو سألنا طيران. عن حقيقة الإرهاب، يعني هل هو حقيقة أو مؤامرة على الأمة؟ يعني هل في الأمة بالفعل هناك ممارسات نستطيع أن نسميها حتى من أبنائها ونكاشف بعضنا البعض، هل هناك بالفعل تصرفات تصل إلى مرحلة الإرهاب ومستوى الإرهاب، أم أن هذا كله مؤامرة ضد الأمة، أم من عملية نسبية؟ لا، هو هذا الإرهاب أخي الكريم هو للمسلم فقط، هو على المسلمين، على المسلمين وليس حتى على الدول. يعني على المسلمين، على ليس على الحكام، وإنما الحكام أخي الكريم ينبطحون ويركعون ويسجدون ويسبحون بحمد من أسدى إليهم نعم، من تركهم على الكرسي لهذه اللحظة. هذا المقصود به المسلم الحر، المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يرضى الدنيا في دينه، ولا يرضى إلا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لا يرضى أن يكون عبدا لأحد. أخي الكريم، إذن دراها مؤامرة حبكت على الإسلام والمسلمين بالذات، يعني لا شك. والدليل أخي الكريم ميانمار هذه الروهينجيا، لما يحرقون بطريقة بشعة، صحيح، يعني وسط أفريقيا الوسطى، لما يقتل المسلم بأشكال رهيبة لا يستطيع أن يراها الإنسان، إخراج القبور من للأسف من يسمى مسلم، اسمه محمد، اسمه محمود، واسمه كذا، وينتمي إلى الإسلام، استغفر الله ونتوب إليه، أي إسلام من هذا؟ نبشوا القبور وأخرجوا الناس وأخرجوا الجثث وشمتوا بها يعني إن هذا لشيء عجاب، هذا لا ينكره أحد، لا تنكره الأمم المتحدة، لكنهم لا يعرفونهم بالإرهابيين. لا، هذا ليس إرهابي، لأنك أخي أخرجوا مسلم، لأنه أخرج مسلم يدافع عن دينه وعن عرضه. لا، مباح الدم، مباح العرض، مباح المال، مباح كل شيء، المسلم مباح هذا الزمان في كل وقت وفي كل حين، ليس هناك مشكلة يا أخي. حتى لو كان المجرم مسلما ضد المجرم، مش مشكلة مدام يعني يقتل الناس في الشوارع ويخرج الجثث، وفي الروهينجيا يقتلون ويعني يقتلون الناس وهم أحياء. أنت شاهدت هذا؟ نعم، هذه المشاهد على اليوتيوب. كانت هناك حلقة كاملة حول الموضوع. أخي الكريم، لا ينكر أحد هذه رئيسة الوزراء الروهينجية هادية، يعني هي كندية الجنسية، هي كندية الجنسية، لماذا لا تسحب منها الجنسية؟ لماذا لا تعاقب؟ لا تعاقب، لا يمكن، هذه ليست إرهابية. ولو كان العمل من قبل المسلمين، المسلم لا يكون إرهابي، لا يظلم. المسلم الحقيقي أقصد، يعني المسلم الحقيقي لا يظلم. أنا ذكرت لك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلما أن يفزع أخاه المسلم، لا يمكن أن يرهب طيب أخاه المسلم. على مدى التاريخ لم نسمع لكن شيخنا، لكن المسلم يا أخي الكريم، نعم، يدافع عن عرضه. لو دافع عن عرضه أو إرهابي. إذا دافع، لو دافع هو لا يهاجم، هو يرد لا يهاجم الصائل، بس يرد الصائل. يريد، لو رد الصائل المسلم، لو رد الصائل أنت إرهابي، لو أراد الحرية لشعبه ولأهله ويريد أن يبني بلاده، لا هذا إرهابي، وهو إرهابي. لماذا؟ لأنه يريد أن يبني ويريد الحق ويريد إقامة العدل. لو أنت يا أخي مصطفى تريد إقامة العدل،
لو عملت حلقات على إقامة العدل فقط أنت إرهابي، تقول نريد قضاء نازي، نريد قضاء. طيب نريد قضاء يعني بالعدل. إقامة العدل يا شيخنا وحق الدفاع هذان حقان مبثوثان في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يعني ليس لك، ليس لك، ليس لك أخي مصطفى، أنا ذكرتك يا أخي العدل ليس لك، الأمم المتحدة ليس لك أنت يا أخي مصطفى. أنت لا، أنت إرهابي هكذا. خلاص فهمت، انتم الحلقة، ممكن انتم الحلقة خلاص. طيب انت ارهابي يا اخي مصطفى، هذا العدل وميثاق الامم المتحدة ليس لك يا اخي. للبوذيين، للهندوس، للهندوس، لكل احد، لكل طيب الملل. هناك صورة حفظك الله يعني لعمل يكاد يكون متساوي جدا بين شخصيتين، شخصية شيوعية وشخصية اسلامية، يعني جفارة معروف. نعم. صوره تعلق في العالم كله، رجل صاحب ثورات تنتقل من مكان لمكان كما قال يحرر الناس، تأتي هذا بطل قومي، ما هو المعيار وما الذي يفرقه مثلا عن شخصية مثل خطاب المجاهد في الشيشة الذي انتقل من بلاده إلى أفغانستان اسمه، وقد زكاه كثير من العلماء وليس أصولي وليس غير ذلك، لكن خطاب في عرفهم وهو ذات الفعل إرهابي. نعم. نعم. وجفارة مناضل. نعم. حل هذه، هذا حبيبي مش قلت لك في بداية الحلقة، قلت لك اللي تكرهه، اللي تكرهه، اللي تلقط له، واللي تحبه اسقط له. هناك ميزان ومكيال أخي الكريم يختلف تماما. دائما هناك مكيالين وميزانين، أنت يكلوا لك بمكيال ويزنون الآخر بميزان آخر. هذا له مكيال الباطل وأنت مكيال الحق، لكن الحق في أعينهم هو الحق، عندنا نحن هم عندهم باطل. مهما دفعت ومهما أنتجت، لماذا نحن بعد في ثورة 17 فبراير وبعد قيام فجر ليبيا لما يعني تحدثنا عن قطاع الطريق وأنهم هذو قطعوا الطريق وأفزعوا الناس، وهو إرهاب أخي مصطفى. نعم. هذا إرهاب. هذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأرحم بيك من أمك وأرحم بيك من الناس أجمعين، وأرحم هو الذي قرر هذا، الله الذي ذكر في كتابه. فالله أرحم أم أنت؟ الله أرحم. فالله سبحانه وتعالى ذكرنا هذه المسألة، فإذا لما تكلمنا وقلنا أن قطع الطريق والإجرام والناس أفزعوا البلاد وأفزعوا الناس وسرقوا وكذا، قالوا ها هذا إرهاب كيف؟ لا والله تعالى تفضل اقتلني، بالله عليك تعالى اقتلني. والله حتى العظيم، والله العظيم ما يقول بها إنسان عاقل هذه المسألة. سبحان الله. يعني لو أنا مثلا مشيت في مثلا خرج أحد في أمريكا وقطع الطريق، جاء لنيويورك وجاء في أكبر شوارع نيويورك وسكر الطريق ودار بوابة غديكة، واللي يجي ياخذ منه الفلوس متاعه ويضربه، والله يقتله رصاصه في رجله ولا في راسه وياخذ سيارته ويمشطها، شنو يقول الامريكان؟ لا 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 معلش، والله مش ارهاب هذا، يلا هذا نايس، فيري نايس، ونعطوه حلوى ولا شوكولاته ولا ورد، وهذا طيب خلوه يعيش من بيناتنا وقطع الطريق معلش. لكن في بلادنا، في بلادنا اياك ان تتكلم عليهم، لا انت ارهابي، لانك كيف تقول هذوما قطعوا الطريق وانت تدعو الى القتال، قتالهم. كانك تتحدث عن الصدى الذي اثرته فتوى شيخنا الصادق الغرياني في مساله قطع الطريق. طيب انا استاذنك في الخروج لهذا الفاصل الاول، كذلك الساده المشاهدين في الخروج لهذا الفاصل الاول، من بعده باذن الله نواصل. إذن حياكم الله مجددا أستاذ المشاهدون في المحور الثاني من هذه الحلقة، والذي جعلنا له عنوانا الحرب على الإرهاب بين الغاية والوسيلة. لكن قبل أن نتحدث في هذا المحور نخرج لهذا التقرير المصور أو هذا الاستطلاع للشيخ محمد الصغير الذي يعزي فيه أهالي درنة، وهو عضو الاتحاد العربي للعلماء المسلمين من مصر الحبيبة، يعزي فيه أهالي درنة ويبرئ ساحة المصريين مما فعله المجرم السيسي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. تابعنا في الأيام الماضية الاعتداء المجرم من قبل عصابة عبد الفتاح السيسي على شعب درنة العربي المسلم، هذا الاعتداء الذي خلف شهداء وضحايا من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ذنب لهم ولا جريرة، إلا أن عبد الفتاح السيسي يريد أن يغطي على فشله المتلاحق
داخل مصر فينقل المعركة إلى خارجها. وليست هذه المرة الأولى التي يعتدي فيها عبد الفتاح السيسي وطيرانه على الشعب المسلم الجار الشقيق، مدعوما بالمال القذر، مال الدعارة الذي يمول به من أبو ظبي. عبد الفتاح السيسي وحكومة أبو ظبي يحاربون الإسلام عيانا جهارا، أصبحوا في حرب معلنة مع الإسلام في كل مكان وعلى كل أرض. ويكفي أن نعرف أن عصابة أبو ظبي كانت قد أمدت الحرب على المسلمين في مالي، وهم إذ يضعون أيديهم الملوثة بدماء المسلمين في يد خليفة حفتر الذي لا يقل عنهم دنسا، يعلنون حربا واضحة على دين الله وعلى الأبرياء من المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق للقصاص العادل منهم وأن يزيح غمتهم. وأنا إذا أتكلم هنا وأعلن تضامني ليس باسمي وإنما باسم الأحرار من علماء مصر وباسم الثوار الذين ما زالوا يرفضون عبد الفتاح السيسي وانقلابه، وأنا إذ أعلن تضامني مع إخواني وأشقائي في دارنا أقول لكم يا إخوة، يا شعب ليبيا الحر، يا أحفاد المختار، ما يفعله بكم عبد الفتاح السيسي هو نفس ما يفعله بإخوانكم في الشعب المصري. اعتقل أكثر من 60,000، اغتصب النساء، صادر الأموال، ولكن إن شاء الله الفجر سيلوح وبدأت ملامحه في الأفق. الحرب أصبحت على الإسلام عامة، وإن شاء الله سيأتي النصر والفرج عاما. تقبلوا عزاءنا، تقبلوا تضامننا معكم، تقبلوا براءتنا من عبد الفتاح السيسي ومن أعوانه ومن كفلائه ومن نظرائه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل الشهداء في الصالحين، أن يرفع درجتهم في عليين، وأن ينتقم من هؤلاء القتلة الفجرة الذين حاربوا الإسلام في كل مكان، والإسلام والمسلمون. إذن كانت هذه كلمات دكتور محمد الصغير، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو الهيئة الشرعية في مصر، يتحدث فيه عن إجرام السيسي. وبالتالي أنا أسأل مباشرة حفظكم الله، ما قامت به طائرات مصر والأخبار تتواتر أن الطائرات خرجت بالفعل من مصر، يعني هل هذا يعد إرهابا أم هو محاربة للإرهاب اللي في درنا؟ لا أخي، لا، ليس إرهابا. الطيران المصري لما طلع وخرج من مصر ودخل الأجواء الليبية وقتل أطفال، هذا ليس إرهابا. لا مصطفى، أنا ذكرت لك أخي الكريم، أنا أظن إن شاء الله حنلقوك في بنغازي يا شيخ. اي طبعا، انا ما على طول طبعا. كيف ما بش ارهاب يا شيخ؟ لا نستنكر يا شيخ الارهاب هذا، بل نستنكر المجرم السيسي عندما قتل الناس في رابعه. الله اكبر. نستنكر قتل السيسي للمسلمين. الله. نستنكر على السيسي المجرم الخبيث عدو الله هدايا الذي قتل الناس والاطفال والنساء والرجال. هذه الحريه المزعومه حريه الغرب. حريه الغرب المزعوم هذا ليس ارهابا. ثم نزع البدلة العسكرية ورشح نفسه، ولو يوم الاحتفال لتنصيب السيسي جاءت كل الدول تصافح السيسي وترحبه وتشكره وتبارك له أنه نجح بنسبة 99.9 يا مصطفى. ليس إرهابا ما فعله السيسي في رابعة وما فعله في ساحة النهضة وكل مكان، ليس إرهابا يا أخي مصطفى. أنا صحح لك مفاهيمك يا أخي مصطفى، احنا كان يا من سوا، أنا أتيت اليوم لصحح مفاهيمك يا أخي مصطفى. يا أخي السيسي إنسان يسلم عليه، هو قتل كم ألف، يعني ليش تعتبروه يعني؟ وبالتالي وانقلب على الشرعية يا أخي الكريم. هي سنة محمودة يبدو أنها، وحاكم متغلب، حاكم متغلب. ما تنساش إرهاب آخر، في إرهاب فكري، إرهاب سياسي، إرهاب ديني، ما تنساش أنت الإرهاب الفكري. لا حنجوع يقتل حصتهم أكيد. الله المستعان. لكن حديثي حفظك الله، يعني بما أنها أسوة والناس يعني الذين كانوا يرونه انقلابا في البداية، نعم، وأدانوا كما أدانوا في درنا، أدانوا قتل رابعة والنهضة، ثم جاءوا يسلمون عليه. بالتالي هذه أسوة حسنة لمن سيقلده في ليبيا ويرى مرآة. هم الآن يسعون بكل قوة لتمكين حفتر ويريدونها مصر مرة أخرى،
وما فعله حفتر في ليبيا ليس بعيدا عنهم. طيران دخل قتل معه وذبح وإلى هذه اللحظة يريدون أن يقحموه بقوة في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي. اتفاق السياسي صخيرات المشؤوم. اتفاق صخيرات المشؤوم نسميه المشؤوم بغض النظر، أسأل الله يعني يرد الليبيين إلى الحق ردا جميلا وبقوة. لابد أن يرجع ولابد أن يكون حفتر هو من يمسك البلاد. والله إلا واضحة يا أخي الكريم، والله لن نسكت طيب عن الباطل أبدا. طيب شيخنا سيكون معنا بعد قليل شيخ حسن البراسي من درنا، لكن أتحدث عن نوع الإرهاب الذي يحارب. دعنا نتحدث يعني لأن هناك من يصدق أن بالفعل أن حفتر والنسيسي يحاربون إرهابا داخل درنا، وبالتالي دعنا نتحدث عن نوع الإرهاب الذي في درنا. يعني ماذا يوجد في درنا في نظركم أنت؟ أخي الكريم بالله عليك، والله العظيم أنا والله هذا أنا قلت لك العالم جن، العالم أصبح مجنونا. أنا أمس شفت تابعت حلقتكم بين رأيين بارك الله فيك، وتابعت ذلك الذي يتحدث عن أنها قال لها هل سألت هل درنا أهل درنا كلهم إرهاب، هذو اللي ربع مليون هل هؤلاء إرهاب إرهابيين؟ يعني عجيب، قال لك مختطفين يا أخي. نعم، ما هذه العقلية حجة. أنا أريد أن والله والله عقلية عجيبة، ماذا يريدون؟ أنا عجيب أنهم يعني فرحوا بقتل الأطفال، لو كان هذا ابنك، لو كانت هذه أمك، لو كانت هذه أختك، ثم أن هي أمك حقيقة وهي أختك، هي أختك وأمك وابنك، لأن معنى أهل الإسلام جسد واحد كالجسد، يجب أن تتألم مش تفرح وتشمت. يعني هل يعقل أن بالله عليكم لو أن درنا 450 يعني نص ربع مليون كلهم مسلحين وكلهم إرهابيين، والله مصر ما هي قاعدتها لحظة لهم شو على رجلهم واحتلوها ولا جوا لبنغازي وحرروها من حفتر. هذا طيب جنون. يعني هذا جنون. يعني هل هي القاعدة التي تخالف الشريعة كما قرر علماء الشريعة أن الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي لأجل الوصول إلى الحكم لأن احنا قررنا أنه قد لا يكون هناك إرهاب؟ أو طيب لنفترض سؤال آخر، لنفترض أن درنا هذه ثكنة مملوءة بالإرهابيين، هل يجوز شرعا قذف أهلها بهذه شرعا؟ نتحدث الآن أن يعني هناك حكومة إسلامية راشدة توجهت لدرنا لتحرير أهلها، هل يجوز شرعا توجيه القنابل والصواريخ التي مداها يعلمه الله سبحانه وتعالى وثقلها يعرفه الله سبحانه وتعالى لتفجر على وجوه أبناء درنا ورسائها وأطفالها شرعا؟ لا أتحدث عن قانون ولا شيء، هل يجوز؟ أخي الكريم والله إنما جزاء الذين يحاربون الله يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يمكن أن تأخذ مدينة كاملة بجريرة مثلا، استغفر الله حاشا، نحن درنا يا أخي درنا، لكن ماذا أقول، درنا التي طهرت البلاد من الإرهاب الحقيقي الذي صنعه الغرب. يا أخي أمس أنت تقول لا تقول لا يعني حفتر أخرج الدواعش من درنا 70 سيارة 70 آلية ومشوا مسافة مش عارف كم كيلومتر مئات الكيلومترات آمنين سالمين أخرجها من مغازي. يا أخي ما عندهمش عقول، هادو يغطف عين الشمس بالغربال، تعرف المثل هذا الليبي يغطف عين الشمس بالغربال. ثم يعني الآية واضحة، آية الله أمامهم واضحة، لكنهم قوم ظلم قوم ظالمون، لأن قال الله سبحانه وتعالى أخي مصطفى في مثل هؤلاء الناس الذين يرون الحق لا يتبعونه، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ماذا نفعل لكم إذا أضلك الله عن علم، أضلك الله سبحانه وتعالى أن اتبعت هواه لأنك لا توفق للحق والعياذ بالله. طيب هل تعاقب درنا شيخنا لأنها حاربت الإرهاب؟ وحديثا اليوم كنا الإرهاب، الجميع يعترف أن داعش منظمة إرهابية، ولعلكم أنتم في دار الإفتاء حضرتكم أنتم مع سماحة الوالد بالذات ما شاء الله صادق من حلقات على الموضوع وتتحدثون دائما عن أن داعش إرهاب، لكنكم متهمون أنكم تدعمون داعش. هذا واحد. درنا أيضا حاربت الإرهاب، درنا حاربت الإرهاب وأخرجته وقذفته من درنا أكيد، ولكنها اليوم تحارب، فهل هو العقاب على محاربة الإرهاب ولابد أن يحاربوه هم ويوجهوا ألسنتهم إلى أو أسلحتهم لمن يرونه إرهابيا؟ أخي الكريم لن يهدأ لهم بال حتى يسلموها لحفتر زعموا. وحفتر من؟ حفتر يا أخي الله أكبر، حفتر يحارب الإرهاب، مش قلت لك يا مصر، مش قلت لي أنت غضبت نبوك بنغازي؟ حفتر يحارب الإرهاب، أنت لا تعرف أن حفتر يحارب الإرهاب، رجل صالح، رجل طيب، تاريخه أبيض جدا، تاريخها يعني ناصع البياض في تشاد ما شاء الله. يعني أنتم عندكم فوبيا حفتر؟ قالها
عندك فوبيا أنت من حفتر؟ لا لماذا يعني؟ أنا يبدو أنني شفيت من فوبيا حفتر يعني. لأن أنت شيخ وطالب علم وتقرأ القرآن، وحفتر يسانده طلبة العلم وحفظة القرآن وأتباع السنة، هكذا زعم. ولأمر رد بالك تكلمش عليه. عجل تاني جانا، مات العجل لو وجد العجل الثاني وأشرب في قلوب العجل. هؤلاء أحب عجل، لابد أن لن يرضوا بالعزة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، والله ستنالهم الذلة. أقسم بالله العظيم الحليم، أقولها في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، أقسم بالله من ساند حفتر والله سيتجرع الذل. وكذلك شوف الآية، وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين. شيخ ساندوا فيه مشايخ وطلبة علم وعلماء من السعودية ومن غير ذلك وأتباع المنهج، يعني قصدك قويم. إيش قصدك يعني مخابرات؟ طلبة علم يا شيخ. مخابرات قصدك؟ عارف؟ مش عارف؟ أنت تقول طلبة علم. هم يقولوا طلبة علم. هل هذا مسلم؟ هل هذا مسلم يرضى بأن يقتل أطفال؟ درنا بالله عليك وما شيخهم يطلعونا. يا شيخ طارق درمان، يا شيخ طارق درمان مفتي الزنتان، وأنا أتحدث قالك كفاكم يا أخوار وكفاكم يا قاعدة من الدندنة حول هذا الأمر، ليش ما دندنتوش على غيرها؟ ولذلك هو يتحدث بهذه الأمانة يعني. والله لم يشد له بالعلم هذا الرجل، حتى الإخوة اللي كانوا معه في اليمن أقولها بكل صراحة في قناتكم وقرة، هذا لم يشد له بالعلم، هذا لا يشهد له بالعلم. كل اتفق عليه إخوة طلبة العلم الأقوياء في الذين كانوا في اليمن، ليتهم يخرجوا يتحدثون عنه. هذا لا يعرف عنه العلم، بس خلاص تم. في أشخاص نعم عرفوا بالعلم وطلبوا العلم، نعم صحيح، لكن هذا أصلا هو لا يعرف بالعلم، فمن أين له أن يفتي؟ من أين له أن يتحدث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو هذا هو زمن الرويبضة، هذا هو زمن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا طيب. وأضلوا بغير علم، نسأل الله طيب. العافية. استأذنك حفظك الله للخروج لهذا الفاصل الأخير، من بعده واصلوا معك كذلك أستاذ المشاهدين، نخرج لهذا الفاصل من بعده. إذن حياكم الله مجددا أستاذ المشاهدين، وأهلا بكم في هذا الجزء الثالث الذي نخصصه للحديث عن المدينة التي اتهم بأنها تحفظ الإرهاب، وهي مدينة درنا رؤية من الداخل. كنا قد طرحنا سؤالا على السادة المشاهدين، كان السؤال: هل تعتقد بوجود جماعات متطرفة داخل مدينة درنا؟ الإجابات جاءت متنوعة، لكن اخترنا منها حقيقة ما كان بشكل واعي بشكل كبير. محمد السبتي يقول: الفكر موجود في عقول كثير، ولكن نقف عند قول الفاروق: كنا نأخذ أقواما في عهد رسول الله بالوحي، والآن انقطع الوحي، فلنا من الناس الظاهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا؟ الحديث المشهور. نخرج إلى الباء الذي بعده. الفقيه محمد يقول: حال درنا مثل أي مدينة في ليبيا في كل المدن بلا استثناء، في الشين وفيه الشين وفيه الزين. أخيرا علي عميش يقول: حتى لو وجد أناس متطرفة في درنا، العبرة بمن قادر على معالجة هذا التطرف، هل سيعالجه إنسان مستبد يدفع إلى تطرف أشد؟ هكذا كانت أغلب المشاركات. ومعي الآن عضو مكتب دار الإفتاء بمدينة درنا حرسها الله الشيخ حسن البرعصي، أرحب بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حسن أهلا بكم. إذا كنت معي فضيلة الشيخ حسن عضو مكتب دار الإفتاء بدرنا. طيب شباب، أتمنى أن تؤمنوا لنا الاتصال، لأن هذا الأمر ضروري جدا، وقد كان معي الشيخ حتى قبل الفاصل. شيخنا، يعني هذه الإجابات يعني لاحظنا فيها نوع من الوعي، يعني لاحظنا فيها حتى نوع من الفقه. يعني محمد السبتي يقول: الفكر موجود في عقول كثير من الناس، لكن نقف عند قول عمر: كنا نأخذ أقوام بالوحي، فلما انقطع الوحي نأخذهم بالظاهر. يعني كيف تقيم هذا القول بالذات؟ يعني طبعا هذا يعني ما شاء الله قول طيب جدا، وهذا الأصل، يعني أن احنا نأخذ بظاهر الأمر إلا تبين له ما في باطنه، وأتكلم كما قال بعض السلف: الألسنة مغارف القلوب. يعني نعم. فإذا الإنسان عمل أو تحدث أو تكلم نحكم عليه. فيعني الآن الإرهابي المجرم الكبير هو حفتر، لأنه قتل الناس وأخرج الناس، صاحب الفعل هو صاحب الفعل. طيب ما مش نحكم عليه بأي شيء. تفضل. طيب نستبق الوقت، عاد لنا الشيخ حسن. الشيخ حسن مرحبا بك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. شيخ حسن، يعني هو السؤال المشهور جدا والذي يسأله الليبيون كلهم وغير الليبيون، هل يوجد في درنا إرهاب أم لا؟ حتى تقاتل درنا ويقصف أبناؤها ويقتلوا إلى هذا الحد؟ بارك الله فيك شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد حياك الله أستاذ مصطفى، حياك الله، وحيا الله شيخك الفاضل الشيخ عبد الباسط غويلة، وحفظ الله هذه القناة وأعانها على الصدع بالحق وعلى البيان والإيضاح. اللهم وبعد أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل قتلانا في الشهداء، اللهم آمين، وأن يربط على قلوب أمهاتهم، اللهم، وأن ينزل السكينة في صدورهم. آمين. وبعد سؤالك أستاذ الفاضل مصطفى، أنا أريد أن أرجع بك إلى المحور الأول. لو عرفنا لفظة الإرهاب تعريفا جامعا مانعا يزيل كل لبس ويمنع أي اشتباه. صحيح. لو عرفنا هذه اللفظة تعريفا واضحا بينا لعلمنا من هو الإرهابي، هذا أولا. نعم. لو رجعنا إلى كلام العلماء، ونحن نعلم أن أهل العلم ألفوا المؤلفات والشروحات وألفوا ما يعرف بالتعريفات ككتاب الزرجاني وغيره. نعم. الذي ذكر فيه تعريف الألفاظ، فذكروا العلماء معنى الإرهاب وقالوا الإرهاب هو مصدر أرهب يرهب أي أخاف وخوف. نعم. هذا من حيث اللفظ أستاذنا مصطفى. نعم. لكن لو جئنا من حيث الجملة، قالوا هو إحداث حالة من الخوف والفزع عند الناس وفي قلوب الآمنين والأبرياء، هذا معنى الإرهاب. هل أبناء مدينة درنة اعتدوا على المناطق المجاورة؟ هل قتلوا أطفالهم؟ هل منعوا حقا من حقوق هذه المناطق؟ هل روعوا؟ هل أفزعوا هذه المناطق المجاورة؟ هؤلاء أبناؤنا الذين يقفون على محاور المدينة هم يقفون دفاعا لصد سيادة حفتر وكرامته المجرمين. نعم. لدفع شرهم لا للاعتداء. طيب. لدفع شرهم لا للاعتداء. الشبهة الثانية أو الكلمة الثانية حتى أختم معك حفظك الله، يعني في دقيقة فقط، يعني يقولون أن مدينة درنة مختطفة من قبل مجلس شورى مجاهديها ومن قبل القاعدة، هكذا يقولون، وبالتالي أنتم أحد خطبائها وأنتم متبعون لدار الإفتاء، كيف ترون هذا الموقف؟ بارك الله فيك أستاذ مصطفى. دقيقة لو سمحت. مجلس شورى درنة بفضل الله أولا أنهم اجتمعوا على ميثاق، جمع هذا الميثاق جميع الكيانات والأجسام، وكان هذا الميثاق ميثاقا بينا واضحا بين فيه معالم الدولة وتفعيل المؤسسات، التي إذا اجتمع الليبيون على حكومة عادلة أخذ قدمت لهم الحقوق وقدمت لهم الواجبات، دخلنا معهم واجتمعنا معهم على حول هذه الحكومة. نعم. بارك الله فيك. أشكرك جزيل الشكر، بالتأكيد سيكون لنا اللقاء معكم بإذن الله تعالى. أشكرك الشيخ حسن البراصي عضو مكتب دار الإفتاء بدرنا، حرسها الله ونصرها تعالى. أشكركم جزيل الشكر الشيخ عبد الباسط غويلة عضو هيئة علماء ليبيا وعضو رابطة المغرب العربي الإسلامي، حفظك الله تعالى أبو ويس. أستاذ المشاهدون، هكذا تنتهي دقائق هذه الحلقة، وملتقانا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم على أمل في وطن يجمعنا تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. دمتم، السلام عليكم ورحمة الله.